اليوم يا جماعة الخير رح نلعب محاكي الكهربائي بالحلقة الثانية على التوالي. اللي ما شاف الحلقة الأولى الرابط موجود بالوصف، أنصحك إنك تشوفها، وإذا ما شفتها عادي جدا لأن هذه اللعبة مليئة بالمغامرات والأكشن يا جماعة. أنا حبيت اللعبة جدا وأنتم أيضا حبيتوها، فلذلك أتمنى دعمكم على هذا المقطع بزر اللايك يعني علشان نستمر في هذه السلسلة ونشوف إيش عندنا أشياء نصلحها، لأن اللعبة والله إنها تستاهل تجارب كثير يا جماعة. اللعبة واضح إنها متعوب عليها بشكل جدا كبير. هذا اللابتوب اللي ما يعرف، هذا اللابتوب يمديني عن طريقه أستلم طلبات الزبائن. مثل ما تعرفون أنا جالس أشتغل كهربائي، فالزبائن عندي هنا مثلا اليساندر، عندنا نورو، عندنا انجل ترسل لي انه عندها مشاكل في بيتها، ابي تجي تصلح لي ذي المشاكل. تمام، اخر مره يا جماعه الخير اتذكر انه هذا السنسور كان خربان ولازم نصلحه، فايش رايكم نبدا فيه على طول علشان يعني طلب صديقتنا اللي موجوده هنا، وهذا محطوط هذا بالسيل، تعالوا نشتريه يا جماعه. تم نشتريه يا جماعه الخير، 4 دولار سعر جدا رخيص مقارنه ب 15 دولار. فين فلوسي انا؟ فلوسي 251 دولار يا جماعة الخير. اوكي كويسين كثير. طيب رح نطلع منها الان ورح نقبل طلب صديقتنا هذه. تقول لك الان انه لك حدث وكان عندي كربون مونوكسيد سنسور. وات ذا هيك ايش ذا كله والله العظيم، الى خرب عندي يعني، وانا خايف انه ما عاد اشعر بامان اكثر بالحمام يعني. ممكن انك تصلحها لي شباب. المشكله انه الشاشه ما تشتغل ابدا، وايضا البطاريه ما تشتغل. اكسبت على طول، اكسبت. نروح نشوف ايش القصه يا جماعه، واتوقع انه راح يكون موجود هنا بالفعل مثل المره الماضيه. طبعا السنسور كان موجود في هذا المكان. ليتس جو. هذا هو طبعا يا شباب السنسور اللي بعتت لي اياه. تمام، فراح نفحص ايش المشكله بالتحديد. اوكي طيب، اول شيء خلينا نسوي تيست ديفايس. تيست ان بروجريس مكتوب الان بروكن. اوكي طيب ما يشتغل طبيعي لانه ارسلت لي، تتوقعون يعني ما راح يشتغل. طيب شباب راح نبدا فك الان. نفك هذا هنا ونفك هذه هنا ونفك هذا هنا، وهذا طبعا لازم نحط على شويه بخاخ ننظف له اياه يعني، بعدين نفك. تمام، راح نفك البطاريات، راح اشيك البطاريات الان. البطاريه الاولى حالتها مو معروفه يا جماعه. تمام، البطاريه الثانيه ايضا مو معروفه، لا جود ولا لا، ما نعرف اذا المشكله بالبطاريات. خلينا نحط هذا اخر احتمال. راح نفكفك هذه ايضا كمان. طبعا لازم افك هذول طبعا الشباب، لازم نفكفك كل شيء عشان نعرف ايش القصه بالتحديد. شوف الصدى هنا معانا، والله لازم نشيل هذول. طيب اقدر اشيل؟ لا ما اقدر اشيلهم. طيب تدري ايش، راح نفكفك هذول الان. لازم افكفك كل شيء معانا عشان نعرف مصدر المشكله من فين بالتحديد. لازم افكفك هذول بالاول بالفعل، والله فاتتني ذي المعلومه، عشان اشيل ذي. والان راح نفحص طبعا القطع بعدين ما عليكم. طيب هذه في ايش علقانه عشان كذا ما اقدر افكها هذه؟ ليش ما تنفك معي؟ اوه المفروض افك هذول صح؟ ولا هذه لازم لي؟ اوكي اوكي فهمت فهمت. طيب ثواني خلينا نعدلها شويتين شباب. طبعا شباب لازم نحط البخاخ هنا والبخاخ هنا ونفكفك هذول كمان علشان يفك معانا هذا اللي تشوفونه هنا. طبعا اذا فكينا ذا راح يمدينا افك ذا، وبالفعل افك ذا بعدين نشيل هذا. راح نشيل كل القطع طبعا علشان نحاول نشوف ايش المشكله. اوكي نحط هنا، نفكفك ذي كمان. انا ما ادري والله ايش ممكن اسوي لسه اكثر من كذا. هو هنا اوكي، انا اقول ليش ما ينفك، والله شباب في غلط. وانا اقول الى الان ما حصلت قطعه خربانه. تعال نفك ذي يا جماعه، وتعال نفك ذي الان ونفكها الان واخيرا. اتوقع هي القطعه الخربانه، خلينا نشوف. اوكي لسه مكتوب عليها unknown. شباب نحن ما نعرف ابدا ايش الخربان. الكيس في حاله جيده اللي هو هذا يا جماعه الخير، هذا في حاله جيده. اوكي طيب شيل هذا الان، اعطيني السكرين بورد هذا. انسبكت، هذا ايش قصته الان؟ لازم نشتري هذا يا شباب ونفحصه في هذه الاداه اللي سعرها 90 دولار. يا ساتر، ولكن مضطر اشتري عشان اعرف ايش القصه، لان انا ما ادري ايش القصه. باي، اشتريناها الان. طيب نفحص الان ايش سوى؟ اوه لايت جود. اوكي شباب الاضويه تمام. دايم والله يمديني افحص كل شيء. هذه كمان تمام، بس هذه خربانه بروكن، شايفين؟ مكتوب عليها بروكن يا جماعه. اها طيب شلون هذه اشيلها الان؟ فلازم نبدلها، نسوي لها ريبليس هذه بالكامل. عرفنا ايش القصه. ريبليس ب 45 دولار، ترى ادفع من جيبتي، انتبهوا لنفسكم يعني الان. انسبكت، هذه ايش قصتها الان؟ السماعات شغاله نظامي، البورد هذا جود يعني، هذا الكوندنسر جود كمان، الكوندنسر الثاني جود، هذا جود كمان، كل شيء جود، وهذا جود، وهذا جود، كل شيء جود شباب. السنسور هذا مو خربان، نكتشف انه المشكله مو هنا. طيب خلينا نجيب السبيكر هذا ونفحص هذا السبيكر الان. اوكي بسم الله، هذا تمام، هذا كمان ايضا تمام. السبيكر مضروب، يعني انه هذه كلها خربانه راح تكون يا جماعه، فبالتالي راح اسوي لها استبدال ريبليس ب 27 دولار. ليتس جو بدلناها الان، كل شيء صار جود، ولكن البطاريات هنا شويتين تعبانين يا شباب. انا كيف ممكن افحص البطاريات؟ بروكن مكتوب البطاريه، مكتوب بروكن، البطاريات اثنيناتهم بروكن. اوكي ريبليس 2 دولار، البطاريات 2 دولار شباب يعني لازم نبدلهم. ريبليس خلاص كذا صار تمام. فنرجع الكيس الان، فالان لازم نرجع نركب كل القطع مكانها. تمام، فراح اركب اول شيء كذا،
بعدين نجيب معنا السنسر نحطه في ذا المكان، بعدين نجيب معنا السكرين بورد نحطه هنا الشاشه هذه الخلفيه عشان يحطوا معنا هذه الامور طبعا. راح نحط هذه كمان مكانها ايضا، وراح نشبك هذول مع بعض، مما يعني راح اشبك ذي وراح اشبك ذي مباشره. لازم نتذكر طبعا ايش سوينا، ولا ما راح يصير تمام. بعدين الان لازم نجيب ونركب كل هذول. اوكي، هذه حبه هنا ونركب هذول. خلاص نركب هذول اربعه كله تمام. الان هنا ناقصنا قطعه، خلينا نركب ذي بالاول وركب ذي عشان بعدين يعرض علينا. كويس كثير، هاي ركبنا كل شيء تقريبا اتوقع. تشوفون ذي، هذه اللي صار ساعه ادور عليها وانا ايش ناقص. طيب نركب هذول طبعا، بعدين نحط الكفر هنا. لازم نحط الكفر هنا، نركب البطاريات الان بعد ما نركب ذي الان، ونركب هذول اربعه مثل ما شايفين. بعدين راح يمدينا نحط البطاريات في مكانها. اول شيء نشبك هذول طبعا، البطارية الأولى، البطارية الثانية، ونركب عليها الغطاء وليتس جو نجربها شباب إذا كانت شغالة ولا لا. هل أنتم مستعدون؟ تيست ديفايس. يا سلام، اشتغل السكرين، اشتغل كل شيء. فلازم أرسل الأيتم مثل ما هو الآن، نكسب عليه شوية فلوس. مع العلم أنا صرفت فلوس كثيرة يا جماعة، فالمردود مو كثير زيادة، بس مو مشكلة مو مشكلة. نفتح الباب الآن ونروح نشوف ايش عندنا طلبات ثانية. يا رب يا كريم، لازم نتوجه إلى بيتي يا جماعة الآن. أوكي شباب، هذا عنده مشكلة ببيته، إنه المغسلة عنده هنا، شايفين المغسلة؟ يقول لك اللايت اللي على المغسلة مو شغال أبداً. هذا اللايت، شايفين هذا؟ هذا مو شغال والفيش مو شغال. فأكسبت، تعال نشوف السوكت إيش وضعه، كل الأمور إيش وضعها، تمام؟ سلام عليكم يا المنزل، والله يا إني أحب ذا البيت يا شباب، والله إني أحب ذا البيت الآن. طيب، المكان هذه هي المغسلة هنا صايرة بالتحديد، والمشكلة هنا صايرة، تمام؟ فلازم نحلل. هذا مو نفس صاحب البيت اللي صلحته بالمرة الماضية يا شباب؟ لحق يخربها؟ شوف لمبته اللي ما صلحت له يا شباب، تتذكرون ذي؟ طيب خلينا نضوي عشان نشوف امامنا، وخلينا نفحص ايش القصه الان. اذا نشيل ذي ونحطه هنا، تمام؟ في ضوء؟ ما في ضوء، اوكي. طيب اول شيء راح اشيكوا شباب برقم اثنين هنا، في هذا كهرباء ولا لا؟ راح نشوف يا جماعه الخير اذا في ولا لا. خلينا نفحص الان. على الاغلب ما في صوت يا شباب، يعني ما في كهرباء هنا ابدا. طيب شباب، اول شيء راح اسويه طبعا راح اطفي الكهرباء من القاطع الموجود هنا في هذا المكان. لازم خلينا نطفي كل شيء الان. تمام، طفينا كل شيء مثل ما شايفين، ما صار عندنا اي مشاكل الان. فراح اشيل الاسلاك هنا وراح نصلح السوكت مباشره، لان واضح انا ما ادري ايش القصه. ليه يكون من اللمبه هذه؟ طيب ثواني شويتين شباب، ليه يكون هذه اللمبه يبيلها تعديله؟ انا فتحت هذه بس ما يخليني اركب الثانيه، ما ادري ليش. فايند، ابحث على لايت ثاني. اوكي مكتوب فايند، انا اقول من فين لازم اجيب اللمبه؟ يا ولد لازم تبحث عنها بالبيت. طلع، وشلون القاها الان اللمبه؟ وين حاطط هذا الاخ الان؟ يا رجل انت وين حاطط اللمبه الان؟ هذا الباب مغلق، هذا الباب مفتوح. والله ودي اشيله. اوه شوف النبته ذي محلاها في ذا المكان، والله ذا المكتب اسطوري. اها لازم اشتريها من هنا، حاطين اللابتوب بالصدفه هنا في ذا المكان، توني افهم الان. اكشف، هذه هي البلب اللي نحتاجها اتوقع، اللي نفس شكلها تقريبا. فخلينا نختار لون اخضر، لا خلينا نختار لون ابيض، ما ادري هو اي لون طلب، اي لون طلب زبوننا. هو مكتوب فايند، مكتوب اشتري يا شباب، صح ولا لا؟ بس اتوقع لازم اشتري، والله واضحه واضحه لازم اشتري. تعال نشتري، تعال لا نطولها اكثر. اوكي راح نشتري الضوء ابيض عشان لا يزعل اخونا الان يقول لك انه ما ابي ضوء هذا ما ادري ايش. هذه هي بالفعل انفنتوري معي هنا شباب، توني ادري. هذه لازم ارميها بالزباله، والله مكتوب عليها بروكن اصلا، ليش هي معي ما ادري والله. تعال نسوي ريموف ايتم، يس امسح هذه ايتم ما نبيها، تمام؟ عشان يكون شغله مرتب الان. فالان اذا في حال جيت وركبت عليه هذا الضوء، ما هو معي لمبتين انا ولا هذه لمبته الخربانه؟ لا اتوقع لمبته الخربانه دي. والله هذه كمان موجوده، ما ادري شلون اثنين شباب، كان معي اثنين بالصدفه، ما علينا. طيب راح نشغل الكهرباء الان، احس طولنا في ذي بزياده عن اللزوم ولكن ما علينا. بسم الله شغل. اها طيب المشكله مو من هنا، اجل فهمت ايش القصه. خلاص طفي. واضح شباب السوكت هذا تعبان، واضح انه السوكت هذا تعبان. بسم الله، بعدين نفك ذي الان من هنا. اتوقع في اسلاك كذا مضروبه شابكينها، شايفين هذه الاسلاك؟ يا ساتر. طيب انا ادري والله في ناس غيري تشتغل هذا الشغل، يا اخي والله الشغل ذا ترى ما يصلح للجميع، ما يصلح. طيب الازرق طبعا لازم يروح الى هذا المكان واضحه، والاصفر لازم يروح الى ذا المكان، الى ذا المكان الاصفر ترى واضحه يعني. طيب معنا خلينا نركب الان. هو لسه في بني، دقيقه في لسه واحد بني، ما عملنا الحساب البني الان، والله عيب والله. اوكي نايس، ركبناها الان. اوكي تمام، هذا تم تصليح الان يا جماعه الخير الاسلاك بشكل كامل. ف خلينا نركب هذه هنا ونركب هذه معاها وخلاص، اتوقع كذا الوضع تمام راح يكون. فايش رايكم نجرب نعطيها تيست بسيط الان؟ انا ما اشوف اي سبب انها ما تشتغل الان. شغل القاطع اللي هنا، بسم الله، ترارارا اشتغلت شباب، تك 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 تك. اوكي نايس. طيب فايند ا يو في بلب تشينج ذا بلب. هذه الغرفة الوحيدة اللي ما جيت عليها، ليش ما دخلت هنا انا؟ اكيد موجودة هنا 100%، موجودة هنا شباب 100% موجودة هنا والله. يعني شوف الان وينها، موجودة هنا، ورحت اشتريت له ما رضي. شلون كذا شباب؟ والله اني عارف والله، سان سكر تعالوا.
صراحة لفيت كل البيت إلا هذا المكان، والله ما أدري إيش ذا الغباء. لفينا البيت بالكامل، شوف ما خليت بابه ما فتحته الآن. يا ساتر، يبي إلا ذا اللون. يا ولد طيب ارضى باللون اللي عطتك، ترى هذا تقريبا نفس اللون يعني ارضى. خلاص واخيرا تمت يا شباب واخيرا. انا ما ادري من يحط لون بنفسجي عند المغسلة هنا، فما ادري اصلا في وحدة هنا انت ليش تحتاج واحد ثاني، ما ادري والله. المهم شغلنا له اياها تمام، كل الامور طيبين الان. تعالوا نطلع يا جماعة الخير ونروح لاني طولت مرة كثير هنا على الفاضي. ليتس جو شباب. الان طبعا كسبنا 50 دولار من هذه المهمة السهلة جدا كانت اللي تعقدت فيها على الفاضي، تمام. 50 دولار ان ذا بوكيت ايزي. شباب عندنا هنا يد خربانة نوعا ما، يقول لك ما جالس تستجيب معي يعني، فاكسبت وروح نفحصها مباشرة. انا احب هذه المهمات جدا والله، يعني استمتع فيها بشكل واضح. طيب عندنا هذه اليد الخربانة، اها. طيب تيست، تيست ان بروجريس، اكيد الحين بروكن يعني ما ادري ايش اسوي لها تيست من البدايه، بس يعني لازم دائما تسوي لها تيست ولا لا يا شباب. طيب نفك هذه الان هنا، هاي طبعا راح اعلمكم الان شلون تركبون اليد، عندي خبره الان هنا فيها سنين وسنين يا شباب. طيب راح نفك هذه من هنا وهذه من هنا، وايضا هذول طبعا لازم يعني، هذول طبعا راح تشوفون عليهم كذا صدى، فراح نفك هذول كذا على طول. هم يعني راح يديني افكهم الان بكل اختصار. نشيل هذا من هنا وهذه من هنا، وايضا ذي شباب، وايضا لا ننسى نشيل ذي، نشيل ذي كمان من هنا وهذه من هنا، وهذه نشيلها كمان القطعة الزايدة. لازم نفكفك شغلة الان، ثواني بس خليني ادور ايش كان ناقص. في شيء شباب لازم نفكفكه ايضا، بس ايش هو؟ اوكي لازم نشيل هذه، نشيل ذي الان ونشيل ذي منها، باقي ذي الان. راح اشيل هذا يا جماعة الجريب هذا وهذه، وايضا راح نشيل ذي منها، وكل كل شيء حرفيا انا راح افكفك كل شيء طبعا. هذه كمان عشان اعرف ايش المشكلة بالتحديد ونفحصها حبة حبة. نفك هذه الان، نشيل ذي من هنا. واو تخيلوا اصحاب اللي يصلحون هذه الادوات شباب، دايم كم منهم يعانون فيها. تخيلوا اركب كل ذي من جديد، والله اصحب على الموضوع والله. اروح اشتري الوحدة جديدة والله، اعطيها من فلوسي بس لاركبها من جديد. اوكي ما خلينا افك ذي معنا يا شباب. طيب خلينا نفحص الادوات شباب. اول شيء عندنا الليفت فايبريتر موتور، تعال نشوف هذه نسوي لها انسبكت. هذا يا جماعه الخير فايبريتر موتور مو شغال نوعا ما، بروكن مكتوب. اها بس كذا خربانه بدون اي سبب. طيب هذه بروكن، راح نصلحها الان مباشره. ريبليس ب 7 دولار نبدل له اياها الان، تم. نشوف هذه ايش حالتها الان، انسبكت. هذه حالتها جود، اوكي هذه حالتها جود، ما اسطوريه ذي تمام. ايش دي الان؟ انسبكت. هذه ايش وضع هذه؟ بروكن يا جماعه، هذه خربانه طبعا ما جالسه تشتغل ابدا، فاتوقع راح نبدلها مباشره بدون اي طول انتظار. ريبليس 3 دولار. شوف هذا، اتوقع هذه فيها مشاكل، هذه الا ما يكون فيها مشاكل. اوه شغال نظامي، جود مكتوب هنا. الليفت ثمب ستيك خربان يا شباب، مما يعني هل يا ترى لازم بس ابدل ذي؟ ثواني شوي، انا شايف اسال نفسي سؤال، ليش انا ادفع كل ذا المبلغ؟ روح بس اشتري ليفت ثمب ستيك. سول جرين ايرون نحتاج من ذا، دقيقة شوي تعال نشتري ذي ب 40، اقدر افكفك ذي وهو اقدر اشيلها. دقيقة شوي تمام، يمكن اقدر ابدلها بس هي ولا؟ ثواني شوي، اي والله اقدر بس ابدلها هي، ركب واحدة جديدة ريدي تو باي، اشتريها كفو ب 6 دولار. ايوه حسمت قبل شوي، والله اني غبي قبل شوي استغبيت فيه والله، معليش شباب. اوكي الان لازم نسوي لها كذا. شوفوا شباب الان اشترينا الاداة المناسبة عشان نحط عليها شوية هذا. اوكي دايم صارت الان جود يا شباب، نايس والله شباب اني استغبيت شويتين. طيب تعال نفحص دي يا جماعة الخير بهذه الاداة، شغال نظامي، نظامي خربانة. اها ايش الخربان فيها؟ تعال نفكفك ذول ونعرف ايش الخربان فيها بالتحديد. لا اصبر شوي، ابي ذي الاداة رقم 2، شيل لي هذول شويتين يا حبيبي، هذه هذه وهذه ايضا عشان اقدر افكفك ذي الان واركب واحدة ثانية ب 4 دولار فقط. كذا الشغل الصح، كذا الشغل الصح. قبل شوي انا جبت العيد والله، هذه الثلاثة انا تكفي مضر مليون واحدة يعني. صارت جود الان، نايس كثير والله. طيب تعال نشيك البطاريات، هذه شغالة، شغالة هذه كمان ايضا، ما في شيء افحص وخلاص شغالة كفو. كنت ناسي ذي شباب، اوكي كل شيء شغال خلاص تمت هذه، احسن ما نبدلها كلها. حاول نلعب بذكاء ذي المرة، مو مثل الغباء اللي سويته قبل شوي. طيب هذه بروكن طبعا، المفروض اني ابدلها مثل ما هي، ما اتوقع اني بدي اسوي اي شيء في هذه الا اني اسوي ريبليس ب 3 دولار، رخيصه جدا طبعا. خلصنا كل الامور ولكن باقي شباب شوف كاتب لي 91% انت فاككها، يعني انا في شيء لسه مو فاكه، مع انه مكتوب لي جود، خلاص ما احتاج انسى يلا ركبها الان، مكتوب كل شيء جود شباب، فراح اتوكل على بركه الله نركب كل شيء الان، راح نجرب الان اذا ما اشتغل عاد يعني هذا شيء ثاني الان. خليني الف انا ليش مسوي كذا ما ادري، اصبر شويتين الفها الان. اوكي نايس. طيب ركب هذه وهذه وايضا خلاص خلصنا من ذي الجهه، اتوقع باقي بس هذه الجهه، ركب هذول مكانهم الان شباب عشان كل وحده تروح مكانها الان. ركب هذه يا شباب ونركب هذه ايضا، هذه لازم تتركب هنا
وهذه لازم تتركب هنا، وركب ذي كمان معاه الان. نايس. طيب هل انا ناسي شيء؟ اوكي نركب هذول كمان ايضا، نسيت. اوه اوكي توني اتذكر، لازم اركب هذول هنا، نركب هذه كمان ايضا، نركب هذه وهذه معاها. ركب البراغي يا جماعه، لازم ضروري جدا لا ننسى هذول البراغي. هذا باقي ايش باقي؟ اوه باقي هذول. اوكي نايس والله، باقي هذول شباب اكيد طبعا اوف كورس يعني. وركب ذي الان مكانها، وركب ذي مكانها، ولتس جو 100% شباب. تعال نجربها الان اذا شغاله نظامي ولا فيها مشاكل. بس نص ساعه ثانيه اعدلها وارجع لكم. والله صعب التعديل فيها. اوكي شباب ذس ديفايس، اوه صار شغال نظامي شباب، ويرش كمان لانه كان في مشكله ما يرش. سند ايتم، سلام عليكم. خلاص تم شغلنا، كان نظيف جدا احس لكم. ما تحسوا شباب؟ والله شغلنا كان نظيف. اوه اقدر اخذ شهاده ثانيه شباب الان. اوكي بس تدرون ايش؟ خلي هذا الشهاده ان شاء الله للمقطع القادم، لاني انا راح اكتفي في هذا المكان يا جماعه الخير. اتمنى انكم استمتعتوا معنا بهذه الحلقه من محاكي الكهربائي. اللعبه جدا رهيبه وفيها اشياء جدا كثيره طبعا قادمه، لساتنا ببدايه اللعبه يعني. فاتمنى يعني دعمكم على هذا المقطع بزر اللايك عشان نستمر في هذه السلسله. كان معكم محمود من قناه ممكالو، السلام عليكم، في امان الله.